ويبدا شاد بوخو يضرب حيزب
المعروف راه عندي حزب التجمع الوطني للحرار المعروف عنده حزب عنده تاريخ وحزب الناس عرفته كامله وحزب شارك في جميع الحكومات وما عمره وقع له مشكل ولكن كدستوا علينا تشوفوا ومعنا احزاب يخرجوا بالكلام الكذب وبالدعايه وفي الفيسبوك وبالتصاور الخاويه ويهجموا على امين الامن ديالنا نحن ما نقدروش القاعه ما تقبلها والناس ما تقبلها ونحن نقولوا هذا من الجنوب من 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 الحدود ديال المغرب من حدود المغرب الجنوبيه تقولوا عن نحن في حزب التجمع الوطني الحرار نشحن الصناديق نشحن الهواء نشحن دم الساكنه ديال المغرب ماشي هذوك الناس اللي قدسوا 10 سنين واش عدلوا اش داروا ما داروش داروا واش ما في المغرب اذا نحن كنعيشوها ونحن تلاقينا مع الازمات وتلاقينا مع المشاكل ورعنا من السنوات فيه وكان عندنا السي عزيز خنوج على النجاح ديالو كان عندنا الوزراء ديالنا وكان عندنا روسيا كان نورون عند المناضلين من طنجة للوراء عن احنا موجودين وهذا الطعن يضربوا حزب التجمع الوطني الحرار وفي الرئيس هذا كيبين عن احنا قادمين في الطريق الصحيح ونهنوهم على بينهم وعلى عليهم وشكرا. كرم بالرجال استقبل هذه الايام كنفتخروا بهذا الشباب اللي تعرفت عليهم انا في هذه المنطقه هذه بكل فرح استغربت وراه قلتها لهم المستوى تبارك الله اللي تيبشر ان الحين ان شاء الله غادي تكون عندنا المكانه ديالو في السنين القادمه. انا سعيد نكون معكم اليوم في هذه المحطه الديمقراطيه مهمة اللي كتجي واحد المسلسل ديمقراطي اللي بدا السيد الرئيس السي عزيز خنوج المعارض شد وانتخب في هاد كرئيس على الحزب في 2016 وهذا تيبين ان هاد الحزب هذا خدا واحد المسار مسار مهم اللي خلانا الناس في هاد التواصل اللي درنا بيناتنا وهاد النقاش اللي دار لمدة سنوات اننا نبلغوا واحد المشروع ومشروع اللي خدا الثقة ديال المغاربة. النتائج ديال 8 جوج نوفمبر ماشي صدفه هذا النقاش وهذا القوة وهذا التنزيل ديال الديمقراطية هو اللي خلانا وصلنا للنتائج اللي وصلنا لها ولو ان هذا كيعني ان عندنا دابا مسؤولية ومسؤولية كبيرة ولكن إلا سمحتوا لي كما دابا الحمد لله كيتعطى بنا المثال في التنزيل ديال الآليات الديمقراطية داخل الحزب هناك أحزاب وتنعني حزب بالضبط اللي سنحتارو التاريخ ديالو واللي كان تيتعطى به المثال اللي الان ما يمكنناش نقولوا انه حتى هو تيحترم الديمقراطيه الداخليه ديالو بل اكثر من ذلك الامين العام ديال هذا الحزب تيحاول يبرر رئاسة ولا الامين العام باش يولي الرابع امين عام الحزب ظهر حكومه من السي سي احمد عثمان حتى السي عزيز خنوج مورا السي مصطفى المنصوري السي صلاح الدين زور وكنتحمل المسؤوليه هادشي اللي تنقول ما عمرو ما تيكتبوها المغاربه كاينه كاينه ما كايناش ما كاينش علاش كنقول هادشي حيت البرنامج اللي ان شاء الله غادي ينزلوه انا فور بغينا ننزلو الدوله الاجتماعيه بمعنى الكلمه بغينا نديرو الحمايه الاجتماعيه اللي بغاها صاحب جلاله نصر الله لجميع المغاربه وواحد بين قوسين هذه القضيه ديال الحمايه الاجتماعيه حيت كاين بعض الانتقادات ويقول لك لا غادي تحيدوا الناس اللي كانوا في الرميد ما غاديش يشدوا هذا لا هذه مغالطات تيحاولوا يستعملوها اللي يمكن نسميهم منافسين ولا سياسيين باش يغلطوا رايهم في الواقع هذه الحكومه اللي تنقول مسؤوله شنو تيعني الحمايه الاجتماعيه للجميع كاين اللي تيسهل الناس اللي خدامين وهذوك راه كاين المراسيل ديالهم اذا فهاد الحاله ما كاينش مشكل ولكن اللي ما تيساهمش اللي ما عندوش القدره باش يساهم هذا هو الدور ديال الدوله الاجتماعيه هو انها في هاد الحاله بالضبط تخلي له 9 ديال المريض باش يقدر يستافد كما الناس اللي يقدروا يساهموا وعلاش كنأكد على هاد النقطه بالضبط حيت دابا كنسمعوا باللي الحكومه
ما كانت دير اللي خصها دير باش تحافظ على القدره الشرائيه ديال المغرب. خطا وهذا كذب، ولكن انا غنشرح لكم علاش كاينه المسؤوليه كذلك ديال حزب بحال حزب تجمع الوطني الاحرار. 15 مليار اللي تزادت في المقاصه، 3 ديال المليار اللي تعطات واللي كتعطى اللي غتعطى القطاع ديال النقل بصفه هادفه باش نعطيو النقل العمومي اللي تهنى الناس اللي ماشي في الاستطاعه ديالها انها تواجه هذا الماء. كاين اللي يقول لك علاش ما مشيتوش الناس اللي زعما اللي عندهم سيارات مثلا. تحكيم ممكن يمكن يدير الحكومه هو انه الا مشيت الناس اللي عندهم سيارات ما غاديش نعطي 9 مليار للناس اللي خصها تستافد من الرمل. هذه اسبقيات اللي كاين الحكومه في اطار المسؤوليه وعارفه ان هذه الاجراءات غادي تقدر تكون ماشي شعبيه وتكلفنا انتخابيا، ولكن ماشي مشكل. اهم هما دوك الناس اللي راهم يستافدوا من الحمايه الاجتماعيه، هذا من جهه. دائما في اطار الاسس ديال الدوله الاجتماعيه الحكومه ما يمكنلهاش تنازل على اوراق ديال الصحه والتعليم، وما يمكنلهاش في نفس الوقت تبقى غاديه غير في المقاصه، حيت صراحه حنا راه الدوله اللي عندنا مواليد الحكومه عندنا مواليد زعما دوده، ما عندناش البترول بحال شي اخوان في الشرق، ولكن الحمد لله عندنا العقوله من الناس اللي كتفكر، وهذه هي الثروه الحقيقيه اللي عندنا في الحكومه واللي عندنا في الحزب ديالنا خاصه. اذا الحمد لله التدبير اللي مدير دابا رغم الازمه رغم الحاله الاستثنائيه، وهذو راه ازمات اللي ما عمر تنظن لكل مسؤوليه تنظن شي حكومه عاشت انها دازت ازمات في نفس الوقت، الجفاف والحرب والكوفيد، ومع ذلك الحكومه صامده. الحمد لله الان بحال اللي زاد ذكر عليه السيد وزير الفلاحه المحترم والمكتب السياسي، حتى شي واحد ما تيمشي لشي مارشي وما تيلقاش شنو خصو. اكثر من ذلك الحكومه كتحمل عدد المسائل باش اثمنه تبقى هي هذيك، ولكن واش نمشيو تقريبا 50 60 مليار باش نبقاو حاضرين غير القدره الشرائيه، ولو اننا كنعرفوا ان المواطن تيعاني، ولكن المسؤوليه هي اننا خصنا نبقاو في الالتزامات ديالنا، حيت الا ما استثمرناش بحال كما تيقولوا الاستثمار هو المداخل ديال غدا، هو المداخل الجبائيه ديال غدا، هو المنظومه ديال التغطيه ديال مخاطر الحياه ديال المخاطر الاقتصاديه ديال غدا. الا درنا كلشي اليوم في المقاصه غدا الا كان شي ازمه ما غاديش نبقاو باش نكونوا دوله اجتماعيه ونعاونوا الناس. اذا هذا هو الخطاب المعقول المسؤول باش نوقفوا ونتصفوا على قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.